السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج أريد حلا. على مر التاريخ كانت الحضارات الغابرة تصنف الصم والبكمة على أنهم أشخاص متخلفين عقليا، وكانت تعزلهم عن المجتمع وتجردهم من أدنى حقوقهم الإنسانية، إلا أن تلك النظرة أخذت تتغير مع الزمن، وبدأت تتفهم المجتمعات الحديثة واقع هذه الشريحة. ففي عام 1620 تم اعتماد أول لغة إشارة للصم عبر حركات الأيدي. اليوم، وعلى الرغم من التطور الذي ذلل الكثير من المصاعب التي تعانيها هذه الفئة، إلا أن مشاكل كثيرة لا زالت تواجهها. الأطفال الصم والبكم هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أريد حلاً. دعونا نتابع هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة هدى نجدي، ولنا عودة. مدرسة خاصة بهالحالات. أخذناه على مدرسة الهادي وعملوا له لإله امتحان، شافوه هيك صاروا يحكوا معه هيك، وقالوا لنا لإلنا كيف بدنا نتعامل معه، الطريقة اللي بدنا نتعامل فيها معه. وعلى مدار السنة بيعملوا لقاءات مع الأهالي، لقاءات توعية كان من الناحية التعليمية والنفسية والمعنوية لمعاملتنا مع أولادنا. أكيد بحالة حسن في معاناة معينة مع فقدي السمع. شو هي المعاناة؟ كيف شو المعاناة اللي عانيتيها معه من هو صغير لهلا؟ المعاناة أول شيء كانت كتير صعبة أكيدة، وخصوصاً أنه حسن ما كان بعده مكتسب اللغة المحكية، ما كان بيعرف يحكي ولا كلمة. أكيد كتير صعبة بداية لما حطينا له السماعات، ما تقبلهم أبداً أبداً، تشيلهم ويكبهم بالأرض أبداً ما تقبلهم، لحتى شوي شوي بلشنا هيك نقدم له إغراءات لحتى بلش يلبسهم، مثلاً نلبسهم بظهرك مشوار، نلبسهم بعطيك شيء طيب هيك، لحتى بلش يتعود عليهم. بالنسبة للحكي بدنا نحكي، بدنا نركز أكثر شيء هو يركز على شفافنا لحتى يفهم الكلمة، لأنه الإشارة ما حبيت استعملها معه لأنه هو قادر يحكي. طالما أنه هو قادر يحكي لا أنا بدي أنهي له اللغة المحكية
وخليه يستعمل الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أنا بعتبره أنه هو طفل كتير مثالي وفخورة فيه كتير. مشاهدينا، بالعودة من هذا التقرير ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذة عبير حبيب، مديرة مدرسة الرجاء للصم في مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل. أستاذة عبير، أهلا وسهلا فيك معنا. كما ورحب أيضا بضيفي الدكتور علي حامد، طبيب أنف أذن حنجرة. دكتور علي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية مع حضرتك أستاذي عبير، ومثل ما شفنا بالتقرير يعني نحن بنركز يمكن بداية على موضوع ردة فعل الأهل. يعني شفنا أنه الأم قالت أنه هي يمكن أخذتها العاطفة أول شيء، سيطر عليها يمكن نوعا ما الحزن، ولكن دركت الأمر ولقيت أنه لا، لازم تفكر بعقلها، لازم ابنها يكون موجود بمدرسة مختصة ليقدروا يساعدوه. في بعض الأهل بينما بالمقابل العاطفة يمكن تمتد معه لفترة طويلة ويمكن تبقى، قد فعلا في من هذه الحالات؟ بالنسبة للتقرير اللي شفناه عن أهله لحسن، ردة الفعل الأولى للأم ردة فعل طبيعية، أنه الصدمة نتيجة معرفة أنه ابنها يعاني من مشكلة. للحظة الأهل بحسوا أنه أمالهم وأحلامهم اللي بنوها خلال فترة الحمل تدمرت بالخبر اللي خبروه. هون كل الأهل اللي بدهم يتلقوا هيك خبر بدهم يصير في عندهم هذه الصدمة الأولى. مش طبيعي هو أنه نحن تستمر هذه الصدمة اللي مثل ما شفنا نحن هلأ، أنه أهله لحسن قدروا اشتغلوا على حالهم، كانت فترة تقبل الإعاقة أنه أقل مدتها، أقل من غيرهم، وهذا اللي خلاهم يسرعوا بإيجاد الحلول، منها أنه التوجه لطبيب مختص، منه إجراء تخطيط سمع سلوكي لمعرفة نسبة ضعف السمع اللي عند ابنهم، وبالتالي استخدام المعين السمعي اللي شفناه، السماعة اللي بتترك لاج وبتنحط بالدينة لحتى تقدر تعينه للولد على أنه النقص السمعي اللي عنده تعويضة. ولكن يعني من خلال تجاربكم قد ايه فعلا بتشوفوا انه في اهل ما بيتقبلوا موضوع المشكله يمكن الموجوده لدى اطفالهم؟ اكيد نحن مثل ما شفنا في ناس متقبله، اكيد في كثير ناس منا متقبله، وبشغلنا بالهادي من خلال خبرتنا وتواجدنا بالهادي بنشوف انه في اشخاص للاسف بيكون عدم تقبلهم منعكس سلبا على ابنهم، بنشوفه بردات فعله السلوكيه، بعزلته، نفسيا ما بيكون شخص عنده ثقة، ما بيكون مبادر، ما بيكون. وأحيانا للأسف هون أنا بحب أكد عليها، أنه بعض الأهالي بياخدهم الخجل والعيب من وجود ابنهم بمركز مختص، وبالتالي بيروحوا لأنه ينسحبوا كليا من وجودهم بمدرسة مختصة، ويمكن يحطوا ابنهم يا بالبيت أو يدفعوا كتير مصاري للأسف كمان بمدرسة عادية على أنه ابنهم حيتلقى الخدمات، بس لا. وهون يمكن بهذا الإطار مشكلة كبيرة بيكونوا حياتهم، مشكلة كتير كبيرة عم بيتأثروا فيها الطرفين، الأهل والولد. الأهل لأنه نفسيا عم بيهربوا لأماكن أخرى، هن عم بيهربوا من مدرسة مختصة لحتى أنه ابنهم بأوتوكار بمدرسة اسمها مش مرافق لإعاقة أو حالات خاصة، وبالتالي ابنهم قديش هالمدرسة فعلا عم تقدم كافة الخدمات اللي بيحتاجها ابنهم من فريق متخصص لبيئة صفية لوسائل لمواكبة لدعم وعلاجات مرافقة. عم تقدر تعطيها هذه المدرسة الأخرى والعادية ليقدر يتطور، يعني على عكس مثل ما قلنا مدرسة الهادي. دكتور علي، أيضا شفنا بالتقرير ولاحظنا أنه الوالدة هي التي اكتشفت من أنه ابنها يعاني من مشكلة في السمع، يمكن ما بيلتفت لها، وهذه التفاصيل بقرب يمكن لحتى يقدر يسمع، يعني هي اللي اكتشفت هذه المشكلة. اليوم نحن ما فينا نقول أنه هنا المسؤولية على الطبيب، يعني الذي بيكون عم بيراقب الطفل منذ يعني لحظات الولادة الأولى، ألا يوجد هناك فحص معين ممكن يدل أنه هذا الطفل لديه مشكلة في السمع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بدي ألفت نظر شغلة مرتبطة بالموضوع، أنه نحن الأذن أو السمع هو من الحواس الخمس. نحن بنلاحظ دائما بمجتمعنا أو بيجوا لعنا على العيادة أنه الدينة مش مهتمين إلا بس يكون في شيء ضرر، أما العين أو شيء بلاقي دغري اهتم،
وهيدي بتنعكس على الوضع الناس العاديين، يعني انه والدي يمكن اول ما بيخلق الولد بتطلع فيه عيونه خضر وبتمصط فيه هيك مزبوط، بس السمع ما بيقدر ينبه له الواحد، عشان هيك كان الاهتمام وبصير فيه الصدمه بعدين لينكشف. الحمد لله بالايام هيدي صار في امكانيه من وقت اللي بيخلق الطفل في جهاز موجود بالمستشفيات بيقدروا يعرفوا اول ما بيخلق اذا عنده مشكله، وشغلتها بسيطه جدا. يعني اليوم هيدي المستشفيات معظم المستشفيات صار عندها وجهاز منه كبير، واي مستشفى ممكن يكون عندها. وشغله ثانيه اذا طلع عنده مثلا يمكن اول ما بيعملوا له اول جمعتين ثلاثه بيطلع عندهم بسميه ريكاتيف او ريفير، ما بيطلع باس، نرجع بعد جمعتين ثلاثه، يعني هون صار في بده يصير في متابعه. بعد مرتين بيرجعوا بيعملوا على ثلاثة شهور بيضطروا يعملوا يفوتوا بشيء اكثر من هيك. بس خلينا بهالمحطه هذه بالاول، هذه مثل ما بدهم يهتموا لما الجواز ما بيعملوا فحص للزواج، في امراض بدنا كمان نحن نعي الناس بدها توعى الناس والحامل من ضمن ثقافتها انه مش بس بدها تحافظ على جسمها وحملها وشو بده يصير فيها بعدين، بدها تفكر بهالطفل. في شغلات كثيرة حكيم الاطفال ممكن يساعدها، مجلات صحية ما بنهتم بس بالمجلات الثانية، في شغلات كثيرة مفروض تعملها لحتى نتجنب انه نوصل للي شفناه بالتقرير. دكتور، ولكن يعني عندها يعني ولادة لما تتم عملية الولادة هناك طبيب اطفال هو اللي بيكشف على الطفل اول ما يشوفه، هل طبيب الاطفال يعني هو قادر على تشخيص اذا كان عنده الطفل مشكلة في السمع، او يمكن اكثر اعم يعني هو يقدر يفوت بهذه التفاصيل؟ خليني احكيكي بواقعي، نحن عادة بالمستشفيات لما بتولد الست بيولدها طبيبة عادة طبيبة نسائي، اما طبيب الاطفال ما بيكون يعني بتطلبه المستشفى، يعني هو اون سبوت بده يجي يشوف الولد بيطلع فيه شغلات روتينيه، لون جلده بيقرصه ليعطي الابقر جريد تبعه ليتاكد. اما بيتعلق بالدينه لا ما حيقدر يعرف. طبيب الاطفال يعني سوري بدي افتح موضوع هذا انه كثير احيانا نحن بيجي لعنا على يدي شو من بعد ما يكون شافوا حكيم اطفال وحكيم صحه وصيدلي وتراؤميت اسمه اخر شيء، يا اخي انت شو شوفك بدهم، بيقول له التهبت، وبكون شايف مثلا الصمغ بيقول له، يعني في عندنا مشاكل جمعيه كل شيء، لانه الدين يعني العين ما بنمزح فيها، الدين كثير بعد في عندنا بلغتنا السلشاء لا الدين مثل العين واهم. يعني برايك دكتور فينا نقول انه اليوم الطفل اول ما يولد يجب على الام انه هي يمكن يشوفوا حكيم الاطفال ويشوفوا يعني عده اطباء مختصين يعني بالاذن ويعني طبعا وخاصه هلا صار بمتناول اليد، يعني هذا الجهاز بسيط جدا بيعملوا له اياه ومنه شغل كبير، يعني دغري خمس دقائق بيعرفوا بيعطوا النتيجه اذا اوكي، بس هذا ما بيعطي النتيجه انه بيعطينا انه بتقول له السيستم موجود خلص اوكي تبع، يعني ما في غلط خلقي بالتجويف العظميه او الى ما هناك اللي موجود. وانا بحب اكد على اللي عم بيقوله الدكتور اهميه الكشف المبكر عن الحاله، لأنه كل ما اكتشفنا يعني إذا من لحظة ما الوليد إجا على الحياة ونعمل له هذا الكشف حيعطيه مؤشر أول للأهل إذا في عنا مشكلة ولا ما عنا مشكلة، إذا عنا مشكلة هذا بيسهل علينا لبعدين. الصدمة صدمة إن كانت فور الولادة ولا بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد سنة، الصدمة صدمة. صحيح. بقى بهمنا نحن الكشف المبكر لأنه بخلينا نروح لتدخل مبكر، وبالتالي لأنه نحن بنعرف أنه الكلمة الأولى يمكن بيقولها الولد، الكلمتين المناغات لحتى تقطع بمراحل الطبيعية. صحيح. وبالتالي بيكون الأهل عم بيتلقوا الخدمات الإرشادية لألهم ولأبنهم لحتى تكون مرحلة اكتساب اللغة أسرع من اللي بيكتشف. أستاذ عبير، يعني نحن بنعرف أنه يمكن أهم الصعوبات اللي بيواجهها الأهل لما يكون في عندهم طفل أصم أو أبكم هي أنه كيفية التعامل مع الطفل، كيفية يمكن يخليه يمكن يعرف هن شو قصدهم ويمكن كيف بدهم يوصلوا له أفكارهم وتوجيهاتهم لطفلهم. هل أنتم تقومون بتدريب الأهل يعني على كيفية التعامل مع الأطفال؟ أكيد نحن بمؤسسة الهادي لأنه في فريق متخصص كامل بيتم استقبال الأهل مثل ما شفنا بالتقرير أنه من لحظة التشخيص، يعني نحن بيجي التلميذ لعنا بيتم تشخيصه، بيصير في لقاء مع الأهل أخذ معلومات لأنه بدك تجمعي كافة المعطيات وتقارير طبية ما إلى ذلك. لاحقا بيصير في تدريب وتأهيل للأهل ولل
وإرشادهم لكيفية التعامل مع ابنهم، وهذا الإرشادات والتدريب بيتم من قبل الفريق الكامل، إن كان المعالج اللغوي، المعالج الانشغالي، وإذا كان في حاجة للمعالج النفسي لأنه موجود، معالج الفيزيائي كمان لأنه موجود بالمؤسسة، ونحن كتربويين كمان لنقدم لهم التوجيه والإرشاد، وفريق الإرشاد كمان الصحي الاجتماعي اللي كمان بيقدر يقدم لهم خدمات إرشادات للأهل وتوجيههم، لأنه سيف ذو حدين اكتشاف الإعاقة. يعني إذا تقبلت ابني اوكي كتير منيح، يمكن امر اقطع بالصدمة بس دغري اتقبل لاحقا، بس اذا انا ما تقبلت كمان، وحتى امرار بتقبلي بلش غنجو، بلش اعطيه زيادة ميزو عن اخواته، هيدا خطأ كمان. لا، هو مثله مثل اخواته، بدي عاقبه مثل ما بعاقب اخواته، بدي حفزه مثل ما بحفز اخواته، لانه اذا رحت للعاقبة على الاخير ونفرت من ابني بالتالي حيأثر سلبي عليه، واذا اعطيته الدلال الزائد والغنج الزائد والدلع الزائد هيدا حيأثر سلبي عليه، وبالتالي ما بكون عم ساعد ابني لينما تنمى شخصيته شخصية سوية ويكون فاعل بالمجتمع. يعني لهيك الهادي بتكون عم بتقدم من خلال هذا الفريق التوجيه والإرشاد للأهل عبر لقاءات فردية، عبر لقاءات عامة بتصير لشريحة كبيرة من الأهل، بيتم دعوتهم، بيكون في موضوع معين بيتم طرحه للأهل، وبيكون في كمان فترة نقاش وحوار مع الأهل لتطرحي تشوفي مخاوفهم، وكمان بنهاية اللقاء بيكون في استبيان هن شو بيرغبوا لقاءات وحوارات للمرات القادمة، لأنه يمكن أمرار نستضيف طبيب، نستضيف حدا متخصص بمجال معين، وإضافة للقاءات الفردية مصغرة، لقاءات مصغرة بيكون عم نتوجه مثلا لشريحة ولا قسم رياض الأطفال الصم، أو قسم رياض الأطفال طلاب المكفوفين، أو للصعوبات، أو بتكون عم مخصصة لهذه الشريحة لا حتى نقدر نتوجه لهم بشكل خاص، توجيه نقدم لهم الإرشاد خاصة عندنا بالهادي في دليل المهارات النمائية لكل نوع من أنواع الحالات الخاصة الموجودة عندنا، بتم توجيه في إرشادات للأهل أبسط الأمور اللي هي مهارات الحياة اليومية، كيف بده يأكل، كيف بده يشرب، هذه أنت مين بيشتغلوا معهم الأهل كتير هذه بالبيت أقلها الأم بتحق، إذا ما قبل حنوصل للإشارة، قبل ما تتواصل معه بلغة الإشارة في فترة ما بده التعميد، حممه، تلبسه، التواصل اليومي، التواصل يعني اليومي اللي هي من إلا المهارات الحياة اليومية، هذه منصير كمان نحنا منقدم لها إرشادات وطرق للأم كيف بدها تتعاطى مع ابنها، إضافة لتأهيلها وعلى لغة الإشارة. هنحكي نرجع بلغة الإشارة بسياق الحلقة، ويعني ومع أهمية طبعا مثل ما تفضلت وقلتي الأهل قد فعلا بيتعاملون مع الأطفال. دكتور علي، نحن يمكن اليوم في كتير أهل وأمهات بشكل خاص عم بيشوفونا عندهم أطفال داخل المنازل، اليوم الأم يعني إذا كانت صايرة مولدة يمكن وما عرض الطفل على طبيب مختص ببداية ولادة الطفل، هي من حركات الطفل اليومية كيف فيها تعرف أو تستنتج أنه هذا الطفل لديه مشكلة ما في موضوع السمع؟ قبل ما اجيب هيك فاتني ضيف شغلي، تفضل. يعني بعض الاهل بيخلق الطفل طبيعي شكل طبيعي وبيطلع عنده، نكتشف بعدين انه نحن هيدي اذا الكشف المبكر بيساعد على انه في كتير الامراض اذا بس بالصم انه ما بيسمع، يعني نقول لك الحمد يا رب. اما عاده معظم الامراض اللي تجي جينيه بتكون مصاحبه لتشوهات تانية. إذا نحن هالفحص الأول هيدا بخلينا نستنفر إذا لقينا شيء غلط نكشف على الطفل لنشوف شو في شغلات تانية، لأنه في معزولة فقط بتأثر على الدينة وعلى السمع، وفي بتكون مصحوبة بتشوهات تانية موجودة. إذا الفحص هيدا ضروري، يعني ما عاد إنه هيك شغلة ترفيه، لا لازم ينعمل، لأنه مثل ما تفضلت قلت يمكن يصاحبه تشوهات أو أمور أخرى يجب الالتفات لها. بيصحبها السم بيكون السم مثلا 60% وفي شغلات تانية موجودة بجسم ما بنقدر نكتشفها مبين الجسم منين. طبعا أحيانا في ضعف سمع بيطلع وفي تشوهات خلقية مبينة خلقة، هيدي صرنا بمطار عدة. هلا بالنسبة للطفل أنه كيف الأهل لك صراحة تتفاوت هوني بين ثقافة الأم، اهتمام الأم بالطفل، قعدتها بالبيت، إذا كنا يعني مش حاطت له سيرلانكي وقديم وهي مش انتبهت له، هالشغلات هيدي بدها تهتم له مثل أي أم ولد عمره سنتين ثلاثة، تقول له يا ماما جرب عيد وراي، بدها تعلمه شغلي، بدها تعلمه غنية مثل ما بتعمل أي أم،
بدي يبين عليها. إذا كان أول طفل يمكن صعب، بدي يكون حدا صديقتها أو أمها تلفت لها نظرها. أما إذا كان عندها مربي ولد قبل دغري حتقدر يبين لها الفرق. بالحالة يمكن شفناها بالتقرير، يعني الأم كانت تحكي مع طفلها وتشوفه عم يطلع فيها، فهي بالتالي كانت تفكر أنه عم يسمعها، ولكن اكتشفت بعدين أنه هو ما كان عم يسمع. هون قد بقى تكون فعلا شديدة الملاحظة، ولماذا الطفل أنه كان بينظر إليها عند كلامها؟ لأنه سنة هي، يعني هي خلال هالسنة هيدي صعب الأم أنها تقدر تميز هيك. الصبي عم بيطلع، يعني عادة الله سبحانه وتعالى بيخلق في عنده ريفلكس، ريفلكس الزيادة بيصير عنده بتعوض بنظره، عرفتي كيف؟ بصير كان عم بيعود بعيونه، عم بيعود بعيونه، عم بيطلع، عرفتي، عم بحاول، بده يكتشف محيطه. الطفل ما بيعرف شيء، بده يكتشف محيطه. عشان هيك الام قالت انا كنت شوفه عم بيطلع فيني. هالتطليعة هيدي هي اكثر انه استكشافي، لانه في نقص ثاني بمطرح ثاني. الى ان قرب على التلفزيون وهو لحاله بلش الفضوليه، خلته انتبهت الام له. يعني بتعرف الله سبحانه وتعالى بيخلق شغل بيعوض. اذا ما نحكي اكثر، يعني يمكن الامور اللي ممكن تقوم فيها الام داخل المنزل، هل في يمكن فحص معين، تجربه معينه ممكن تعملها لتعرف اذا طفله عم يسمع بطريقه جيده او لا؟ غير الاله، يعني ممكن تزقف، يمكن تصدر حركه، موجوده بالبيت، يعني عفوا في العاب، في العاب مثلا، نعرف العاب اللي لها صوت، تعطي صوت. لما ما بتلاقي انه عنده رده فعل على هيدي، في شيء مش طبيعي. عادة اللعبة اللي بتعطي صوت بتلفت نظر الولد أكثر، لو ما بتلاقي عم يعمل أي اهتمام أو أي ردة فعل كأنه يمكن ما عم يسمع، فبالتالي هون لازم تلاحظ. وشغلة مثل ما عفوا مثل ما كنا عم نقول، قالت الأم إنه أنا عالسنة ما حكي ولا كلمة، هيدي كمان يعني نحن بنعرف إنه الولد لازم يقول كلمة الأولى، يقول ماما، يقول بابا. وهون أول انتباه للأهل. ثاني انتباه هي الام لما عم بيطلع فيها هيدا التطليعه، هو عم بيحاول لانه في شيء ما عم بيسمع، بالتالي التعويض اللي عم بيروح له عم بيطلع بعيون امه بشفافه ليفهم عليها. كان عم بيركز على اللي هلا من الا لغه قراءه الشفاه والايماءات التعابير الوجه لحتى يقدر يفهم شو اللي عم بتقوله الام. أستاذة عبير، كما هو معلوم هناك عدة طرق مطبقة في تدريب الأطفال الصم والبكم، من بينها مهارة التدريب السمعي ومهارة قراءة الشفاه اللي عم نحكي عنها ولغة الشفاه. هل ممكن أن تشرحين لنا ذلك وأيهما الأكثر تداولاً؟ لنحن حسب طبيعة الولد أي بعدين أكثر شيء بيختار، بس بشكل عام نحن بمؤسسة الهادي بنستخدم طريقة التواصل الكلي. التواصل الكلي اللي هي إشارة ومرافق للكلام، يعني نفس مستوى الصوت اللي هلأ عم نتواصل فيه بيكون في تواصل كلامي وإضافة للغة الإشارة. وتواصل الكلامي بيكون في عنا قراءة الشفاه والأبجدية الإصبعية، ولحتى يكون الولد عم بيتحضر ويتأهل لأنه ينطق الكلمات، لحتى يصير في تعويض لهالنقص اللي صار بالمفردات الموجودة عنده عبر قراءة الشفاه والإشارة والأبجدية الإصبعية وكافة هيدي اللي من إلا التواصل الكلي. كتير من الأهل بيخافوا من لغة الإشارة، نحن هون من إلا لا، ما هي بتكون عند بعض الأولاد. ليش قلت عند بعض الأولاد؟ لأنه نسبة السمع بتحدد هيدا الولد هو لوين، اي توجه رايح، هل هو رايح للتواصل الاشاري فقط لانه هو نسبه الضعف السمع عنده شديده، هل هو مثل حسن ضعف سمع متوسط لانه مع السماعات صار متوسط، لانه يروح لانه يستخدم يتطور بالكلام ويتطور بقراءه الشفاه ويتطور بالتواصل الكلامي عنده نتيجه غنى المفردات اللي صارت موجوده عنده وتقبله للخدمات العلاجيه كلها اللي تقدمت. هون بتختلف النسب بين ولد واخر. يعني احنا لانه صراحه يعني لما شفنا الحاله بالتقرير عاده نحن عندنا ربط انه شخص هو ما بيسمع فهو بالتالي اكيد ما بيحكي، ولكن شفنا انه حسن قادر على انه يحكي وبيحكي انه ما شاء الله نسبة يعني بطلاقه يعني. هلا اذا انتبهتي بالتقرير قالت الام لما حسن صار لما اجى على المدرسه ما كان بيحكي، يعني صحيح. حسن كان يقول كم كلمه لانه اذا بدنا نربطها قديش الاهل عندهم معلومات وخبرات وتقنيات لحتى يشتغلوا مع ابنهم. لا ما هني ما عارفين شو هي المشكله، شو يعني اصم، شو بعمل مع الاصم، شو بدي اقول للعالم، هذه كلها تساؤلات موجوده عند الاهل. عشان هيك لما اجوا الاهل اهله لحسن على المؤسسه ونعمل له تشخيص ونعمل له مواكبه، وحسن بياخذ، يعني نحن عندنا فريق علاجي متكامل بيتلقى له في برنامج
هو كمان المدرسة لما بتكون مدرسة مخططة منهجة شغلة عم تدرس الحالة تفصيلاً يعني نحن في خطط وتقسيم المراحل لمرحلة رياض أطفال حلقة أولى حلقة تانية يعني عم يطلع بالترتيب التعليم وبالتالي في خدمات للخطط التعليمية المحضرة لكل مرحلة عمرية والخدمات العلاجية اللي عم تقدمها المؤسسة إن كان علاج لغوي وإنشغالي وبالعلاج اللغوي هون بقول إن إحنا مش بس بنشتغل الفردي لأنه ينطق الولد الكلمات وتدريبه على النطق لأنه حتى بالنطق في عضلات النطق اللسان الشفتين بده يتمرن حتى حركة العيون وين عم يتطلع لحتى يتجاوب معك الولد وبالتالي لحتى يصير في عنده غنى بالمفردات وينطق ويقول. دكتور علي هناك حالات ضعف سمع وانعدام سمع يعني كانت عم تحكي لنا الدكتور انه عفوا الاستاذ انه اذا يمكن 50% من سمعه يعني هو مع آلة السمع ممكن انه يحكي وهذه الامور قد فعلا ممكن تشرح لنا يعني تدرجات ضعف السمع الفرق بين ضعف السمع وين انعدام السمع الكلي وهل نحن في رابط انه كل ضعف سمع هو بده يصير لاحقا انعدام للسمع او لا علاقه لهذين الامرين؟ لا في يعني هون في عده تصنيفات بيعملوا كلاسيفيكيشن امراض خاصه ما يتعلق بالامراض الجينيه. هلا في امراض جينيه بتصير توصل لمرحله انه كل السيستم كل الابارات تبع السمع القوقعه كل هذا غير موجود عرفتي بهالحاله هذه بنسميها ابلازي يعني ما بقى في شيء صارت محله عظم كله لما ما بيكونوا موجود هذا خلاص يعني ما بقى في ما في مجال. في امراض تانية تابعة نفس الشيء جينية بيصير في تغييرات انه بضل في شيء ريستكي سمع ممكن يتكبر وبيمشي حاله يعني بيتساعد الطفل هذه بالحالات الجينية. هلا في امراض تانية بسميها وراثية يعني هي صحيح أصلها جينية ولكن ما بتبين من بعد ما يخلق الولد لا بالعشر سنين بتبلش تلاحظ الآن عم يخف سمعه بيمشي للعشرة للعشرين سنة بيتطور وكل ما بينزل معه السمع هيدا كتير مهم هيدي كمان بثقافة الأهل إنه لما بيتجوزوا أو شيء نحن بهالحالة ما نسأل الأم أو الأب في حدا عنكم عنده هالمشكلة هيدي لأنه هيدي عادة وراثية في منا بتطلع معه يعني بفترة الأدلت يعني أكثر من عشرين بيصير عنده هالمشكلة يعني عادة هيدي بيصير فيها بنعمل فيها تمييز بينه وبين مرض تاني اسمه مرض كمان اسمه أوتوسكليروز بتصلب بالسمع بالعضيمات وإلى ما هنالك كمان قريب منه هذا بضيعوا في هون عند الحكيم لازم يقدر يميز بين عشان هيك التواصل مع الأهل ونسأل إنه حدا من عائلته حدا عنده هالمشكلة هنا عدة أسباب منها. هلأ في شغلات تانية بدنا ننتبه إذا المرأة أختي فترة الحمل وخاصة أول ثلاثة أشهر في أمراض في أدوية كتير مؤذية بفترة الحمل وفي نحن إذا بناخد بعض الأدوية فترة طويلة سمى أوتوتوكسيك بتأذي عصب السمع يعني هيدي الأمور بده دائما بس أول ما يشعر هيك ما يقول والله في صمغ وبنطروا خمس ست يستخف في بعض المواضيع أو مواضيع بسيطة يجب المراقبة دائما يراجع فيها أحسن يراجع فيها لأنه قديش مبكر قديش أحسن قديش بيكون أفضل إيه لأنه في شغلات إذا قدرنا عملنا يعني شخصناها قبل بوقت شخصنا السبب كتير ممكن أيضاً يكون كتير الحال كتير بشكل كتير أفضل وأسرع. سألت عن نسب نحن بالنسب من خلال التقارير التخطيط السمع اللي بتجي لعنا في رسم بياني كتير حلو بس يحدد وين ضعف السمع. نحن بنبلش من 20 ديسيبل وبصير ينزل يعني كل ما نزلنا كل ما عم نزيد نحن بنقول بنشرح لهم اياها للاهل على الرسم البياني انه انا كل الاحرف الابجديه اللي هي بتشكل اللغه موجوده بشكل مثل موزه البنانة بهذا الاطار هي موجوده اللي تقريبا بتكون ما بين ال40 وال70 40 ديسيبل ل70 ديسيبل او 80 ديسيبل يعني هلا
بهيدا الإطار هون كل الأحرف موجودة هون تحت، بنصير نسمع الأصوات، صوت الطيارة، صوت الأصوات الضخمة، كل ما نزلنا كل ما نزلنا كل ما عم نروح عم نتغمق بضعف السمع، من متوسط لشديد لعميق لخلاص بروفون. وهون اللي منروح لأنه إلهم مين الولاد اللي بدهم يعمل لهم قوقعة ويخضعوا لعملية قوقعة. ليش هيدا الرسم البياني؟ لأنه هو بيحدد لي أنا هيدي السماعة هي سماعة، بس كيف بدي ركلجها لهيدي السماعة؟ أكيد هيدا عند أخصائي السمع، كيف بدي ركلج السماعة بناء على تخطيط السمع للولد، لأنه التخطيط مختلف حسب طبيعة كل ولد، بحدد لي يمكن بكل ديني، يمكن هون والله عندي 50 دسيبال هون عندي 70 دسيبال، الرجلاج بده يختلف ما بين ديني والديني الأخرى، ما بين هيدا الولد والولد الآخر بناء على تخطيط السمع، بناء على تخطيط السمع اللي بيخضع له الولد لحتى يحدد هو بأي إطار. لما قالت الام 50 ديسيبل بناء على شو؟ بناء على تخطيط السمع اللي حدد انه ابنه باي خانه من ضعف السمع ابنه موجود، وبالتالي يمكن نضيء على المشكله ونبحث يمكن عن الحل، على الحلول الأنسب، انه هل بده سماعه، بدنا ركلج السماعه. وفي شيء سالتيه كثير مهم جاوب عليه الدكتور وحاب يزيد عليه انا شغله، هي انه اذا الولد عنده 50 ديسيبل مش حيزيد، يعني مش حيصير بكره والله مش مثل الجريب اليوم جربت بكره بيزيد الجريب، ما حنوصل يمكن لا. لانه بطل يسمع بتفرق ابدا، بتفرق اذا قلنا صمم عادي من دون مراه مثل ما قال الدكتور انه ما انه مرافق لاشياء ثانيه، بيختلف عن اللي فيه مشكلات جينيه وبيكون هون المشكله السمعيه وفي شيء اشياء ثانيه بالخلايا عم تتاكل مع بعضها. يعني الحكيم هون بيقدر يحدد وبيقول لهم للاهل انه نحن هيدي المشكله بالذات نحن رايحين لبعد سنة سنتين انه ضعف السمع يزيد او يصير عندنا مشاكل بصرية يصير عندنا كذا، بيحدد هون طبيعة الحالة بتحدد بتحكم وبتعطينا. تفضل فيام، مزبوط انه بس يكون في مشكلة جينية مجرد ما خلق الطفل لانه ولد بالثلاثين اربعين خمسين هول هن منه بروغريسيف، اما اللي عم بحكي عنه اللي هي انتي كلينيكال انتي معروفة هذه انه عائليا وراثيا وببلش معه من العشر، هي اساسها جينيه ولكن ببلش من العشر وبروجريسيف، هذه الحاله الوحيده لاكثر شيء تلفت النظر. ضيوفي الكرام سنكمل هذا الحوار ولكن سنتوقف واياكم وكافه المشاهدين مع فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد، ضيوفي الاعزاء اعود وارحب بكم مره ثانيه ومع حضرتك دكتور علي. يمكن قبل الفاصل كنا عم نحكي عن موضوع آلة السمع التي توضع يعني على اذن الطفل الذي يعاني من مشكله الصمم، اذا ممكن تشرح لنا تفصيلا عنها شوي، وايضا اذا ممكن نحكي عن العمليه يعني اللي كنا يمكن عم تحكي عن زراعه القوقعه ايضا. شوف بالنسبه باللغه العاميه بنستعمل السماعه. سماعة هي عبارة عن مكبر للصوت اللي بيوصله إياه اللي بيوصل لجهاز السمع بالقوقعة واللي بتنقله لمركز السمع بالدماغ، عملية الامبليفيكيشن تكبير. هلا تطورت مع الزمن، كان برا بعوانه كل ما صار يصغر حجمه صار فينا بينزرع يعني تحت الجلد ما بتبين، وفي منهم بنحطوا جوا الداني استاتيك مشان ما يقاسوا هلا ما ينزعج من الطفل. اللي كان عم تفضل في الاخت انه بما يتعلق اهم شيء اللي يمكن بيهرب منه الطفل، مش بس الطفل الكبير، وخاصه كان امي ما بحط السماعه بالامها ضايقتني ما عم يعرف يعمل لك الجراج بطاريه ما غيرها، عاده بيجينا كثير على العياده يا حكيم انا ببعته على المخ انا ما شغلت انا لا غير البطاريه بعد جمعه خلصت في مختص ولا اشغل. اكثر مشكله فيها هي عمليه يعني التونال يعني الامواج ركلجة السماعة، لانه بالفعل مزعجه. تخيل انت بقلب دينتك من جوا بيطلع الصوت مثل ما انتم هلا بالاستوديو، صحيح عالي الصوت جدا بده يركلج الصوت، هيدي كثير بتساعد على انه يتقبلها الصغير والكبير.
وبيرتاح يعني عاده يمكن يعني بحس بتقل تقل معين بي يعني لا على لا الراس لا يعني كوازن بالبدايه شو ما تحطي اي شيء جسم غريب بتحسي انه بعدين بخاوي الشخص. اما المزعج فيه انه عملك علمك هيك طلع طنين فجأة. طلع طنين الصوت طلع اقوى وهذه بتعمل حاله من النرفز يعني بيصير ينرفز وبيتلبك وهي باي حالات بتوتر. تستعمل دكتور يعني انتوا عم تحكوا قبل شوي انه هي في مستويات لضعف السمع علي تستعمل لكافه المستويات من القليل لاعلى مستوى طالما العصب ماشي حاله افتكي والجهاز السمع اللي بينتقل فيه من الطبله للعضيمات كله ماشي حاله ما عدا انه في ضعف معين احنا بنعمل بيعتمد على الاوديومتري على التخطيط قديش التخطيط نحن يعني بيسمح لنا انه والله منه ميت العصب يعني ساعتها خلص ما فيك تعمل شيء اما طالما في مجال نقدر نعطيه المكان وعلى اساسها المركز اللي بده يعطيه الجهاز بناء على التخطيط هو بيعطيها وبيعطيه بالنسبة فيها. وهي قد ايه بتزيد نسبة السمع دكتور يعني هو بيصير بيسمع بشكل يعني نوعا ما مقبول بيسمع عادي ممكن حسب كمان هون قلنا بنرجع بنقول حسب طبيعة الولد واستعداده لانه الولد عم نحكي عن ولد صح الولد حسب طبيعة الولد واستعداده لانه مثل ما قلنا بينعمل بهي الرسم البيان اللي قلنا عنه بينعمل رسمين رسم اول من دون جهاز من دون السماعة وتاني رسم بيكون مع السماعة لحتى نشوف نحن هون مقارنة بين انه بلا سماعة قديش كان ضعفه للولد والله كان 50 دسيبل طيب مع سماعة بقدر حدد هذا الولد قديش استفاد من هذا الجهاز من سماعته وبالنسبة للريجلاج الريجلاج اكيد هو دكتور الريجلاج مش دغري بيصير يعني مش من اول جلسة بركلج له اياها للسماعة وخلص فله ما عادش تجوا لعندي لا هون نحن بنقول تخطيط السمع هون بأكد كمان الدكتور انه تخطيط السمع لازم يكون كل سنة دوري كل سنة ليش لحتى أنا أتأكد إنه السماع مش إنه ضعف السمع هلأ قلنا حصرنا ضعف السمع زاد نقص بناء على مشكلة جينية ومرض وراثي بس إذا ما في مشكلة لا أنا هذا التخطيط بيكون هو عم بيعطيني مؤشر إنه أنا أوكي السماعة ماشي حالة الاستجابة جيدة ما بدي ركلج السماعة يمكن الرجلاج يكون كتير هون رفضوا للسماعة مش التقل ولكن اذا هو يعني مش قوه الصوت اللي فايت بالسوان للطبله لجوا ليوصل مسج على الدماغ عم يوصل ولكن انا بقصد يمكن اذا هو السمع احنا مثل ما قلنا هو ما بيتغير يعني هو ضعف السمع عنده ثابت ونحن ركلجناها بطريقه مزبوطة هون لما يعني ما الداعي من اعاده نحن عم نحكي عن جهاز هاي السماعه هي جهاز معرضه لتغيرات لانه تتلف لانه يخرب فيها شيء عطل بالنهايه شيء تكنيكال انه ممكن يكون يعني. آلة ممكن خرب فيها شيء تصير توش من جوا بقى ممكن يكون في عطل لا رطوب اخذت رطوبه نحن هون بنعرف هون السماعه اذا انحطت عم نعرق عم دايما عم تعرق ايه بيعمل مجهود وبيحرك بقى تعرض وصل لمي وصل له عشان هيك نحن كمان بنصير في عنا توجيه للاهل بالهادي لانه كيف يهتموا بالجهاز لانه مش بس انه والله اهتميت بنظافه ابني ما هذه كمان جزء لا يتجزا بده تضل مرافقته لابني عشان هيك انه بده ينسحب منه رطوبه بده تتنظف من الصمغ يعني كانه لمس عوانيت لعوانيت ما بده يمسحه وينظفه اثروها بهالتشبيه هذا عشان هيك كله مرتبط بالولد ليه بنقول هاي الولد منه شيء ستاندر لانه تخطيط هذا الولد بيختلف عن هالولد ما استجابة الولد مع سماعة وهلأ صرنا بعصر السماعات الديجيتال أوكي بتركلج وهيك بس عقوة قديش بدي ركلج بدي خفف لأتأكد أنه أنا بالنسبة للولد استجابته والله كل ما الولد عم بيكون عم بيستجيب وهيك بقدر أنا أرفع هون بتفرق جهاز النفسي دعم الأهل دعم الأهل البيئة المحيطة المدرسة وقدام متوفرة فيها من وسائل من معينات من فريق علاجي من دعم للولد لا يستخدم صوته هيدول كلهم عوامل بتساعد صح من نحكي عن موضوع وقال هن الدعم النفسي وموضوع الآلة من الجانب النفسي أكثر ولكن خلينا بس نشير لموضوع زرع القوقعة في الأذن يعني ما هي هذه العملية علميا يعني وطبيا دكتور هلا هي عملية نيورو سيرجري أكثر منها بس كمان يعني عملية جراحية بتتعلق يعني عم نشتغل نحن صرنا قراب من الدماغ يعني صرنا من مطرح اللي العصب السمع والتوازن مع بعضه عملية دقيقة جدا وزراعة القوقعة هي نسبة ترجمتها هيدي الكوكليا عندنا هي اسمها ترجمتها بالعربي القوقعة هي اللي بيوصل فيها الموجات الصوتية عبر الأذن الوسطى بالسيستم كله لا يوصل
قوقعة اللي هي موجود فيها الخلايا العصبية المسؤولة والسائل. عن سبب هذا في سائل ومو يعني عملية معقدة كيميائية على مثل الشبكة العينية، في عنا خلايا بتتفاعل كيميائيا وبيمشي فيها للدماغ ليترجم النظر، وهذا مثل نسميها شبكة العين، هي شبكة الدينية الأخيرة اللي بينطلق منها السمع. عمليا إذا عصب السمع اللي طالع من الكوكليا من القوقعة نضيف ما في شيء وما عندنا مشاكل بالسنتر تبع السمع بقلب الدماغ، بينزرع بدل هذه كأنه حطوا محله واحد زرعوا محله. يعني كيف بتقولي والله أنا زرع في هلا عن جديد عم بحاول يزرعوا شبكية أو كم هني هذه بيزرعوا القوقعة بنزرع مكان عملية يعني بتطور كمان الموضوع. وبالتالي هون بيرجع بيخدها الجسم بيتقبلها وبتصير تشتغل بوظيفه طبيعيه. انتقال الموجه من الطبل يعني الاذن الوسطى كامله متكامله بالاضافه للعصب اللي طالع. نحن اذا بنرجع نذكر مثل ما قلنا انه الفرق بين زراعه القوقعه والسماع انه هيدي بحالات اللي بتكون كثير مستعصيه ما بقى فينا انه وضع السماعه، فكرمال هيك عندنا تلف يعني في هذه مؤلفه هي هلا هي عظم من برا بس هي من جوا في ممبرين فيها سائل يعني شغله سبحان الخالق شغله قصه هيدي ما يعني ما مش انه بس انه الشيء موجود فيها نحن هو العمليه اللي بيترجم اللي بيترجم الموجات هيدي عبر عمليه في عندنا سوائل موجات الموجات بتأثر على الخلايا الموجودة بسبيرا الداخلي في الممبرين شغلة كبيرة موجودة هون ولأن تتحول موجات بتنتقل عبر عصب السمع. اسمح لي أقولها مثل ما بنقولهم ياها للأهل بقصة صغيرة، الهواء عم بفوت من السيوان بفوت بالقناة السمعية بيوصل على الطبلة بيهتزوا العظمات صار في كيف بيوصل للكوكليا. الكوكليا هي هذا الشكل الحلزوني فيها هيدي الشعيرات الصغيرة وفي بقلبها هذا السائل، لما عم بيوصل الهواء شو عم بيصير بالسائل؟ وكأنه عم بيدفشه بس دفش اهتز السائل، بس يهتز السائل بالتالي شو حيهتز؟ الشعيرات الخلية هيدي اللي بتهتز. سبحان الله منشوف عظمة رب العالمين وقدرته، هيدي الشعيرات بس تهتز نتيجة اهتزاز السائل بتترجم توصل للدماغ وبالتالي الدماغ بترجم لنا الكلمة والفكرة اللي قلناها وبتصير هون اللي بينزرع لهم قوقع. هيدي الخلايا العصبية بيكون في تلف بجزء كتير كبير، هون اللي بيروحوا لأنه الأولوية لأنهم ينعمل لهم قوقع واللي بيحددها الحكيم. هيدي الأمراض صار اللي كنا عم نحكي فيها الجينية اللي ما عندها يعني رايحة كل القوقع يعني مش طالع محلها عظم، هو هيدي لما بيكون بعملية التطور بقلب الجنين بعدين بيكون عندهم تشوه خلقي بيكون في عندهم ايه؟ هون اذا في امراض تانية جينيه هي بيكون محلها عظم بيكون لا في بيكون تقاتل بعد العظم. بعد القوقعه موجوده العظم، انما الممبرينا سبارت اللي جوا اللي فيه بقلبه السوائل الاندولينف والخلايا هون بيكون فيهم مشاكل وخاصه يعني الاساس فيها الاورجان كورتي هذا الاساسي بكل. انا حقلك عن حالي عندنا في عنده تكلس وسافر البي بابنه عمل له قوقعه بالجهتين، لانه هذه الحاله في خلل جيني تشوه خلقي بيصير في تكلس بقلب الكوكليا وبالتالي لاحقا لا حيستفيد لا من السماعه ولا حيعود قادر ينعمل له عمليه، وبالتالي كان الاهل كثير ناضجين وواعيين هون اكتشفوا الحاله وسافروا بابنهم على المانيا عملوا له العملية وراح عمل العملية بتاني دايني ليش بشكل سريع البي حتى ما يسكر الكوكليا بالتكلس وبالتالي ما يعود يقدر يعمل العملية لابنه، راح زرع العملية. هلأ انعملت العملية طبيا من جوا من برا شو منشوف غير السماعة، لأنه قلتي حضرتك السماعة منشوف هون ورا السيوان في مثل مانيتيك بيلزق هون، هيدا نتيجة الزرع اللي صار جوا الخلايا الكهرومغناطيسية اللي انزرعت جوا بقلب الكوكليا بتلزق من هون. يعني أيضا عملية تلزق مانيتيك لزقت أي ما هي هيدا الجهاز اللي برا صار شو دوره؟ الجهاز الجوا هو صار دوره اللي بده يترجم ريسبتور ايه واللي يعني برا بدل السماعة اللي بتتلقى صار هيدا اللي هون هو اللي بده يتلقى اللي ورا السيوان هو اللي بده يتلقى دغري عم بيروحوا على الكوكليا لحتى تترجمهم. عشان هيك بنقول نحن اللي بيخضعوا لعملية زراعة قوقعة هقول هون شغلة
ما تزعل مني دكتور شوي لا. عشان الأطباء منأكد نحن هون إنه العملية للي بدها تنعمل للي عندهم عملية القوقعة لازم يشوفوا حكيم الـ ORL اللي عم بيتابعه لهذا الولد، يروح ل إذا حكم خلص بدنا عملية قوقعة يكون في متابع نفسي، لأنه كتير مهم. وللأسف صراحة نحن بلبنان عندنا مشكلة عم نعانيها إنه في كتير حالات عم تخضع لعملية قوقعة دون تحضير مسبق. يعني منقول للأهل ابنك أصام هلأ عاطفيا شو بيكون ردة فعل الأهل إذا أنا بدي أقول له ابنك أصم وهيدي الجهة العملية بتخليه يسمع يروح تفضل دغري بدي أعمل لك إياه. هون دور الطبيب ودورنا نحن ودور الطبيب بشكل أساسي ينصح الأهل إنه أوكي العملية حتنعمل، بحاجة ليكون في معالج نفسي يتابعه لأنه هيدا الولد ما عم بيسمع شيء بالمرة، فجأة بده يصير يسمع حتى ما يعمل شوك، لأنه نحن شفنا حالات شفنا حالات عنا نحن إحدى الطالبات اللي استقبلناها نعمل عملية القوقعة دون تحضير مسبق، البنت ما بتسمع صمم كلي ما بتسمع شيء، فجأة انعملت العملية لقيت حالة ملفوف راسها، طلعت من العملية بعدها مش عارفانة هي، بعد 15 يوم بيركبوا الجهاز، ركبوا لها الجهاز أول شيء بدهم يعطوها الصوت لحتى يشوفوا الجهاز شغال ولا لا، هون عملت البنت صدمة وشلت الجهاز وكبته وفاتوا بدوامة نفسية وعملوا لها علاج نفسي ولسنة البنت لحتى صار فينا نقول انه بلشت تتحسن. عشان هيك انا هون من عبر شاشتكم بحب اكد انه دورنا مشترك، دور الطبيب بالمركز الاول انه يكون موجه للاهل انه ايه ينعمل بدنا نعمل عمليه، في معالج نفسي لازم يشوف الولد ويتابعه ويقدم له الارشادات والتحضيرات للاهل وللولد، وكمان في المعالج اللغوي لانه له دور كتير اساسي. وهون انا بدي اقول انه نحن كهادي بما انه منتسبين للمكتب اللبناني للابحاث العلميه للصم بلبنان اللي هو المكتب الاساسي بفرنسا والفرع له هون بلبنان، نحن منتسبين كعضو اساسي بنشارك على طول بالاجتماعات، بحضر منشارك معهم بحضر اللقاءات منشارك مؤتمرات ليكون في لنا توعيه ولنا لقاءات مع الاطباء، لانه شغلنا لحاله ما بيكفي اذا ما كانوا الاطباء يعني عم بيكونوا واعيين، لانه اذا انا حكيت هيك للاهل يمكن ما كتير ياخذوني على محمل الجد، لكن لما الطبيب بده يجي يقول لهم لا انه انا بكفي انه ما بحاجه للمعالج النفسي وما بحاجه هيدي هون منوقع بمشاكل نحن صرنا بموضوع بيتعلق بضمير المهنه مش بس ضمير تنظيم المهنه وتنظيم المهنه يعني خليني اقول لك كون بصراحه نحن اختصاصنا أنف أذن حنجرة، في ناس بيعملوا سوبر سبيشاليتي بس بالرقبة لما بيعملوا جراحة الرقبة في مراكز تاني بيعلمون النطق إلى منان، هذا الطبيب اللوكوباد اللي هو مرافق معه بنفس المركز بيتابعه، أما أنا الطبيب اللي بالنسبة للدينة بده يكون طبيب يعني اختصاصه معروف هذا الزلمة بالدينة، نحن عندنا بدبي ما في عندنا اختصاصي بده يشغل بكل شيء بده يعمل تجميل بده يعمل رقبه بده يعمل كل شيء، اما برا موجود في انف اذن حنجره الاوتولوج هذا بيشغل بالدينه بس بالدينه اخصائي بس دكتور تخصص يعني تخصصي ما في عندنا مراكز تخصصيه انه اوكي هو بيعرف بكل شيء ومس يعني مثل اي دوله بتحترم حالها بتلاقي انت والله يعني عفوا كده اعطيكي مثلا بتلاقي والله باشعه بالاشعه العلاج بالاشعه السرطانيه طيب انا بعرف برا انه والله هذا اللي بيختص باشعه الصدر مختلف بس عن الصدر يعني بيعطوا له مرضى صدر بيعالجهم بالاشعه نحن هون بتروحي على مستشفى اشعه باجره وبراسه وبخي ما بيصير هيك دكتور عم تقصد التخصص، وهون فينا نقول دكتور انه في بعض الاحيان تفشل عمليات زراعه القوقعه من هذا السبب برايكم مش بتفشل مباشره هلا تقنيا قليل بس يصير انما انا عم بحكي التحضير هون في تحضير اضافي اللي تفضلت قريته طبيا لماذا تفشل يعني علميا طبيا مثل اي بدي لما بعمل عمليه انا مثلا للاسام ار للمنخ انا بدي اعمل صوره انه عنده اعوجاج بعظمته بدي اكد انا بيقول له يلا روح بدي اعمل لك عمليه شو عملت له اذا انا في عندي شيء برهان انا هون بدي يكون معي تقرير وبكل التحاليل والاختبارات والصور اللي عملناهم انه خي مشكلتي هون بالقوقعه بدي اتاكد انه السيستم الاكسترنال اوديتوري كانال الميدل اير كله طبيعي ماشي حاله عندي هيدي المشكله اول شيء بدي احدد المشكله
بس حدد المشكله هذه بكون يعني مشان الشفافيه مثل ما بقول ممكن ما تنجح العمليه نتيجه مشكله صحيح. بعد ما عملت العمليه بنعرف من الجانب العلمي يعني يمكن بنعرفه بنسمع انه الجسم هو لما بده يدخل عليه شيء غريب في احتمال يتقبله وفي احتمال ما يتقبله شيء. هل القوقعه ايضا يعني هي في احتمال انه تتقبلها الاذن وفي بعض الاحيان ترفضها او لا هي ليست خاضعه لهكذا موضوع لا 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 لا, 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 لا. مثل يعني هي بتخضع لشيء ثاني هون بتخضع يمكن لانه هذا التحضير المسبق اذا الطبيب كان متعاون مع المعالج النفسي والمعالج اللغوي لحتى يحضروا الولد من كافة جوانبه ليعمل العملية لاحقا في عنا نحن البروتيز اللي بده يحطه الولد اللي هو الجهاز القوقعة اللي بده يحطه الولد اللي هو صار هون أخصائي السمع اللي بده يواكب شوفي كيف عم نتدرج أخصائي السمع بده يواكب بده يركلج الصوت شوي شوي تدريجيا وبده يكون في متابعة مستمرة للجهاز إذا ما تجاوب يا أما اليوم الصبي عم بيلعب بكرة كان بالعملية وراح وشفناها للأسف شفنا نحن أولاد كان عنا أول يوم آخر النهار بيجوا الأهل بيقولوا نحن ابني غايب بكرة ليش غايب خير بوشي قال لا عبكرة عنده عملية عملية شو عملية قوقعة يا عمي كيف هيك ما خبرتونا ما هي قال الحكيم قالنا يا عمي ما منطق مش من المنطق ما هي الولد بده يتحضر بده مثل ما ذكرناها استاذي عبير نحن لما نكون عم نحكي عن موضوع انه عدم السمع او الصم الطفل الصم بنخاف من موضوع التوحد لانه نحن عاده لما الواحد ما يسمع يعني مباشره بيخطر على بالنا يمكن انه في انعزال اليوم يعني انتم كيف ممكن تتعاملوا مع الاطفال لانه ما يصيبوا هكذا مرض يعني هو يمكن يكون بمشكله نصير بمشكله ثانيه يصير طفل منعزل يصير طفل ما قادر يتقبل الاخر لانه هو صعب انه يسمعهم صعب انه ايضا انه يفهم عليهم هيك بالتربية بمجال عالم التربية اللي بيفوت فيه عالم كتير كبير وكتير حلو وعن جد أنا هون يمكن رسالة لكل الأمات مش غلط نحن نسقف حالنا بمجال مش إنه أنا إذا تزوجت وصرت أم يعني أنا صرت أمتلك كل المعرفة مش غلط بالعكس نحن هلأ حتى الدكتور يمكن بيوافقني الرأي ما في حدا يمتلك إيه لازم على طول نواكب كل المستجدات إن كان بمجال تربيتنا لأولادنا أو أي مجال آخر بالتربية عالم كتير كبير وعالم واسع جدا 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 عشان هيك نحن مش انه والله لانه أصام حيكون مرافق له توحد لا هيدي منا قاعدة أساسية بس نحن منخاف من الردات الفعل إذا قلنا أم مش متقبلة بي مش متقبل بالتالي ابننا الأصام ما حياخدوه ما هني مبلش من الأم والبي أم مش متقبلة بي مش متقبل بلشنا ما تقبلوا ابنهم بلشوا ينعزلوا عن قريبهم اللي هن اقرب الناس اللي هن الاسر الست وجده وخالته هذا بينعكس سلبا على الطفل يعني بدل ما يساعدوه بيزوره بلشت شوي شوي انا انعزل كأم انا كبي انعزل عن اسري عن اهلي وبيه عن اهله وبالتالي بنعزل عن مجتمعي هون بفوت انا بدوامه سلوكيه نفسيه انه انا هذا الولد ما بيكون اجتماعي ما بيكون عنده ثقه بنفسه انسحابي استاذي عبير يمكن هي اتهام لبعض يعني لما يكون موجود بمدارس مختصه انه هو على طول عم بيشوف فقط الصم لا وعلى طول عم بيشوف فقط انه اللي عنده هكذا مشاكل فبالتالي هو تعود عليهم لما عم بيشوف مثل كثير لما عم بيشوف اولاد برا فبالتالي هو يمكن عم ينفر منهم او ما عم يتقبلهم فبالتالي يمكن هون نحن عم نعمل انزواء للطفل وبيقترحوا انه الحل الافضل انه بيكون بمدرسه عاديه وشوي شوي يمكن بيتقبل الاطفال وغيرهم بيتقبلوا حنحكي هلا عن شقين حنحكي عن المدارس المختصه وحنحكي عن موضوع الدمج بالمدارس اولا هذا الولد لما عم بيشوف امه عم بيشوف بيه عم بيشوف اخواله عمومته قرايبينه ومحيطه وبالتالي اذا كان عنده اخوه اكبر منه او اصغر منه يعني عم بيشوف اخواته عم يحكوا يعني هيدي شغله انه عم اجتماعيا هو عم بيحتك فيه حتى بالمدرسه عندنا بالهادي ما عندك المعلمين وعندك رفقاته وعندك عنا على فكره عم نشتغل على دمج الاعاقات احتياجات خاصه بين بعضهم لانه نحن بالهادي عنا مدرسه النور للمكفوفين مدرسه الرجاء للصم مدرسه البيان لاضطرابات اللغه والتواصل يعني عنا صعوبات وتوحد وتاخر بالتالي الاولاد كلهم يعني قد ايه بتشوفي حلو لما تلاقي الاصم عم بيساعد الكفيف وبالتالي ولد عم بيساعد زميله من حاله اخرى مختلفه عن حالته بالعكس هذا دمج عم بيكون صحيح يعني نحن لكن قد فينا نقول انه يمكن الطفل العادي تقبل للطفل اللي عنده مشكله ايهما اصعب ولا انتم عم بتشوفوا انه حتى الطفل اللي عنده مشكله صعب يتقبل الطفل الطبيعي ولا ما في لكن كله حلم. بيرجع لطبيعه الاهل وطبيعه المجتمع هلا كمان دور الاعلام عم على فكره عم بيكون بهالايام صار منحى ايجابي انه عم تسمحي لي بس بدي اضيف على ما بعرف انت بدي انا عم بسال برم انه كمان طبيعه الطفل ولا لا ما لها دور احنا الاسر الأسر بتلعب دور في طفل بيكون هو طفل من ورا مين
من وراء بيئته، من وراء أهله، من وراء أمه، يعني هيدي كلها عوامل مرتبطة بقلب بعضها. عشان هيك قد ما أنا بكون أنا عم بخليه يندمج بالمجتمع، بالتالي عم بخليه لا ما يتعرض لأي مشكلة تاني. ومش مخص إنه والله لأنه عنده لأنه أصم يصاب بالتوحد، لا، يعني عنا حالة نحنا نعمل عملية للأسف كمان هون أنا بقول إنه نعمل للصبي، كان في تشخيص خاطئ من البداية، قالوا الصبي نعمل له قوقعة بعد 5 سنوات من الشغل المضني انه منه اصم وما عمل ولا تحسن، بالتالي صار تظهر اكثر واكثر علامات التوحد وسمات التوحد عليه. الصبي هلا بقسم التوحد، يعني ما خص هذه. لا استاذي عبير، بدنا نحكي ايضا بعد عن نقطه اللي هي نقطه لغه الاشاره. مثل ما شفنا بالتقرير باول حلقه انه الام كانت خايفاني من هذه اللغه. اولا لماذا يعني الاهل يخافون يعني من هذه اللغه، لغه الاشاره؟ يمكن لانه هي بتصير بشكل واضح امام الناس انه هو عنده مشكله ما. وايضا هل هي صعبه ولها مراحل بالتعلم مثل ما مثل في المدرسه العاديه والاحرف الابجديه ام ماذا؟ عفوا، قبل ما نجاوب على السؤال، في موضوع الدمج ما حكينا عنه، الدمج بالمدارس العاديه. الدمج بالمدارس العاديه، نحن مع الدمج بالمدارس العاديه اذا بدها تكون هاي المدارس العاديه محضره كبيئه مدرسيه، كفريق عمل متكامل، كاجهزه ووسائل بتخدم انه مواكبه التعلم عند الطفل، كبيئه صفيه بقلب الصف، وضعيه جلوس الولد الاصم مختلفه عن الوضعيه اللي بنشوفها بالمدارس العاديه، عدد التلاميذ المثالي للصف الدامج بده يكون عشان هيك نحن بنقول بالمراحل الاولى، يعني يمكن من خلال تصويركم بالهادي شفتوا انه وضعيه الصفوف بمدرسه الرجاء مختلفه عن وضعيه الصفوف بمدرسه النور. صحيح. لانه طبيعه العمل مع الاعاقه السمعيه بده يكون في فريق متخصص، بده يكون في وضع الولد عم بيطلع فيه، ضعف السمع قاعدين بوجه لحتى يكون عم بيقدر يشوف كل شيء، عم بيشوف الإشارة وعم بيشوف قراءة الشفاه، عم بيشوف إيماءات الوجه، وضعف السمع والقوقعة بيكونوا على الأطراف لحتى يركزوا أكثر على السمع. هيدي يعني نحن ليه منرحب بالمدارس المختصة، لأنه إذا بدي أجي أشوف أنا مؤسسة لهذه، طيب مؤسسة محضرة فيها وسائل، فيها فريق متخصص، في مواكبة مستمرة لكافة التطورات ومراعاة واحتضان للطفل الأصم، ولا أهله ولا بيئته، وعم بتواكبه وعم نشوف أنه عم يوصل لمراتب تكتشف مواهبه وقدراته وتأهلها وتظهرها للمجتمع. طيب هل المدارس العادية الدامجة عم بتكون فيها هذا الشيء؟ للأسف أنا من خبرتي ومن واقع اللي عم نعيشه ومن المؤتمرات اللي عم نعملها، عم نسأل من المدارس العادية إنه هيدي شو، هيدا كيف بتعامل معه. أنا بحترم اللي بيجي بيسأل، بس ما نستقبل أولاد ونوهم الأهل للأسف إنه ابنك بيتطور، ابنك بيتحسن. لا للأسف، إذا ابني محطوط بين 30-40 ولد بمع معلمي ما بتعرف تتواصل معه وما عم تقدم له الخدمات اللازمة، انا للاسف هون بقول ما عم بكون بفيده للولد ابدا. صحيح. ابدا. والمستقبل وصار معنا حالات، يعني نحن عم نحكي هذه الامور لانه صار معنا حالات. بالنسبه للغه الاشاره، للغه الاشاره، هلا احتمال كبير هو الجانب النفسي بياثر، انه انا اذا حط السماعه وما حكيت ما حد شوفيني ما حد بين، بينما مجرد ما اقول سلام كيفك منيح، يعني مجرد ما يصير في اشاره مرافقه للحكي، هيدي الاهل شوي بخافوا منها ودغري بتعطيه صورة مستقبلية انه ابني يعني بس هيعمل هيدي الحركات المجتمع هيقول عنه للأسف، انه ببلشوا المجتمع ليك شو عم بيعمل هيدا شيء بضحك. لا، نحن هون بنقول للأهل عن جد كونوا واعيين، مثل ما نحن عم نكون واعيين وعم نتعب لحتى نعكس هيدي الصورة الإيجابية. لغة الإشارة منا بتخوف، لغة الإشارة هيدي لغة الصم، مين عملها؟ نحن أبدا السامعين ما خصنا، نحن بنقول السامعين يعني نحن اللي بنسمع. لغة الإشارة اول ما عملوها هن الصم بالتاريخ القديم كان في تجمعات صم، هن وحدوا، كانت وصفيه اكثر ما هي هلا ممنهجه، كانت وصفيه يعني يعطوا الاشاره وصفه، الوصفه كما هو. وبالتالي لاحقا مع التطورات وصار في لغه، تهذبت هيدي اللغه اكثر وصار في لها اواميس وصار في لها سامعين مختصين بيواكبوا هيدي الاشاره. طريقة تعلمها أكيد. هلأ لما بيجي ولد ما أهله ما بيعرفه هو ما بيعرف، يعني منكون نحن مثلا هيدا أنا بدي روح على البيت، عم بيكون عم يشوف مثلا صورة البيت وعم نعمل مرافق لها الإشارة وقراءة شفاة بيت مثلا، أوكي مرة خلص حفظ هيدي. ما أنت هدفك مش يحفظ الإشارة قد ما هي أنه يكون، ومش غلط يحفظها. أنا بقول له مش غلط يعرف أنه هيدي إشارة، بده يحكي بالنهاية مع رفقاته. يعني كل إشارة عبارة عن كلمة، كل إشارة عبارة عن كلمة. هلأ الأصم مش كلمة بيترجم، مثل ما نحن أمرار بحكينا منختصر، يعني بدي مي، يعني جيبي لي مي،
بقول لك بس مي هي لو يمكن لو سمحتي بدك بيت مي اريد ان اشرب ماء يعني فيك تاخذي اي لغه يعني ولا هي لغه اشاره ايه الغام وحده يعني هي بقول لك مي او مي خلص بتعرف انه جيبي لي بدي اشرب مي يعني بعالمنا العربي هي لغه واحده لا 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 بعالمنا العربي ولا بعالم ولا بالعالم لغه الاشاره مثل ما قلنا بما انه هي منشأ الصم يعني الصم متواجدين على كافه الاراضي اللبنانيه خلينا نحكي وكافه الاراضي العربيه والعالم وعلى العالم بلبنان اذا بدنا نحكي نحن لغات المناطق البقاع الجنوب بيروت برج جبل اللغه تختلف لكنه يعني عم نحكي يمكن اكثر سؤال كان كعبارات كلمات يعني اليوم الاصم لما بين منطقه ومنطقه نفس الشيء لغه الاشاره تختلف ما بين منطقه ومنطقه بنسب مش كثير بلبنان لكن بنسب يعني بضل يمكن الفكره هلا نحن بلبنان في قاموس لبناني وفي قاموس عربي نحن كمان مؤسس لهذه شاركت بالتوحيد القاموس الاشاري اللي صار كان صار بسوريا وصار بقطر واشتغلوا على انه يصدروا قاموس عربي قاموس العربي بالمجتمع العربي مشترك وهذا منيح له ايجابيات انه يكونوا طلابنا اولادنا او الشاب او الشخص هيدي شغله وبيقدر يتواصل هيدي شغله لانه مثل ما نحن بنقول ليش بنتعلم اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه لحتى اذا سافرنا نقدر نتواصل وبالتالي هيدي اللغه لحتى يقدر يتواصل مع العالم الاخر ومن جهه تانية على وسائل الاعلام اذا عم يحضر شيء فقرات تلفزيونيه فيها الترجمه يكون كمان عم يقدر يفهم عليهم شو عم بيصير وان شاء الله نحن كمان بالهادي عم نتعاون مع وزاره التربيه ليكون لنا يعني عم نسعى نحن ومؤسسات الصوم بلبنان انه يكون في مختبر يعمي بالوزاره ومختبر لتوحيد لغه الاشاره اللبنانيه لانه نحن عندنا منيح مدارس بلبنان وعندنا كثير هاي الشريحه موجوده لحتى يكون في لغه يفهموها وين ما راح وين ما اجوا واكيد الى التوابع اللاحقه انه يتاهلوا معلمين وجامعيين ودكاتره بالجامعات لا تكون العمليه التعليميه كامله كلها سوا. دكتور علي يمكن باول الحلقه حكينا يعني عن اهمال الاذن نحن عنها يعني يمكن اول ما يخلق الولد يمكن مثل ما قلنا بنشوف شكله ونهمل الاذن ولكن ايضا نحن يعني حتى كاهل يمكن كبار داخل المنازل هناك اهمال بالتعامل مع الاذن يعني يمكن تنظيف الاذن بيتم بطريقه كثير قاسيه بطريقه كثير عشوائيه يمكن يعني لا نستخدم يعني القطن للاذن يعني المفروض يستخدمه يمكن نستخدم بعض الاحيان مفتاح طبه قلم يعني امور جدا حاده دبوس ايضا يعني لا تنظيف الاذن يعني باعتبار انه هي ما حتتاجزى او هي يمكن شيء يعني ما بعرف لا ينوبه اي أذى. تعليقك هون والسلامة يجب الاهتمام لكي لا نقع في مشكلة يمكن طبلة الأذن يعني إذا أو بالتالي عدم السمع. أيضا الدبوس وكلينكس ماشي الحال في ناس قال بحطوا حامض وعصير ثوم وقالت له ست وجده كان يعمل هيك هذه منيحة لكن شغلة بسيطة مثل ما نحن ثقافة كيف نفرش السنان وعادة حكيم السنان بيقول لك تعال عندي بيقول له لمريضه في طريقة لنفرش السنان الحكيم الأسنان دائما بيعلمنا كيف بفرش السنان ولكن ولا مرة فتت عند دكتور أذن علمني كيف لازم أنا بمارسها دائما هذه بقول له للمريض هذه الدينة شكلها مثل حرف الأس بتحط إيدك من وراء بترفعها لفوق شوي ما تشد ولقدام لحتى تصير شبه جلسة بتكمش القطن تيج هاي بتحط اصبع هون حتى اذا قاعد انت ما حدا دفشت لك ايدك وفخذ الطبله وبتبرم شوي شوي بش نعم وفي مشكله ثانيه هلا بدنا يعني هيك طالما سالتي شغله بس مفيده احيانا القطن تي بيجي لعنا مريض مكسوره القطن تي يا مكسوره يا اما باقي القطن جوا في نوعيات من القطن تي دغري بيطلع القطن هاي انتبهوا لها قبل ما يحطها دغري بدينته يبرق يتاكد منها واذا لقاها رخوه يبرمها فيها منيح ودغري وبتصير عادية انا بقول لهم مع الوقت يمكن اول مره بس ينظف دينته الواحد بياخذ معه يعني ما بيعرف صدقيني بعد شهر بحطه بيعرف قديش بدها تفوت هي هيدي وبيبرمها وبينظفها بكل سهوله بهالطريقه بحياته ما بصير عنده صمغ. دكتور علي نصيحه اخيره اليوم لكل اللي عم بيشوفونا يمكن ان كان عندهم اطفال حديثي الولاده شو ممكن ننصحهم للالتفات لا يمكن فحص عفوا بدي اقول انا فضل. بالنسبه كمان لتنظيف دينته انت شوفي برا او الام المتحضه هيك الطفل هو كيف بده ينظف دينته والطفل بيفرز لانه بيعرق اكثر والميتابوليزم اكثر بتفرز دينته كمان عمليه تنظيفها الام بدها تكون دقيقه فيها بتعلمها وانا بتمنى على اطباء الاطفال ومنا صعبه يعني انا شوف كنت شوف زوجتي يعني
بتنيم الطفل وبينبسط الولد اذا تعلمت الام، هي هو لحاله بيقعد هيك بينبسط بس تنظف له اياه، ما في ان نترك له اياه بدي انتوا هدول كل الوقت. وبعدين احيانا وسخ وافرازات كمان مهمه عند الام تتعلم لعند فتره كيفية معينه كيفيه الطرق الصحيحه. نصيحه اخيره دكتور لكل اللي عم يشوفونا يمكن عندهم اطفال صغار، انه يجب فحص السريع للاطفال. اول نصيحه وهذا السبب اللي انتم عملتوا هالبرنامج ومشكورين وكثير مهم، انه هلا صحيح ان مش الحالات كثيره بس بيكفي انه الطفل ينكشف بوقته بنخفف معاناه كثير، بنخفف عن الطفل وخفف عن صدمه عن الاهل اللي شفناها بال بالمقدمه بالتقرير. لا انا بنصح وموجوده وبعتقد انا يعني ما بدي اسمي بس عندنا بمستشفياتنا كثيره صارت موجود هالجهاز. واذا يعني خليني اكون اذا في حال بمستشفى ما كان موجود، انا امبارح سالت قبل ما اجي في مراكز ببيروت هون عندهم هالجهاز، بتروح لعنده وقلت له يعني بيعملوا له سكرينينج هون ليطمئنوا اكثر اقله اذا حسوا شيء، عرفتي؟ هذا اهم شيء يعني وبعد الله ان شاء الله. وشغله ثانيه كمان ما الزوج والزوجه يعني ما يهملوا او ما تستحي الزوجه او هو، والله انا ستي كانت سمعت من امي انه دايمتها او هي وصغيره كان خلي يكون يتعرفوا على بعض. الالتفات ايضا للعامل الوراثي، اذا الكشف المبكر والالتفات للعامل الوراثي. دكتور علي حامد انا بدي اشكر وجودك معنا، كافه المعلومات اللي اعطيتنا اياها والنصائح ايضا شكرا جزيلا لك. الاستاذ عبير حبيب ايضا شكرا جزيلا لك، يمكن الاعمال اللي عم تقوموا فيها بمؤسسه الهادي للنهوض يمكن بهؤلاء الاطفال الى مستوى اعلى ان شاء الله في اكمال مسيرتهم بالحياه والتقدم، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أريد حلا، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة. وفي الختام ما عسى إلا أن أقول لكم دمتم بأمان الله والسلام عليكم.